السلام عليكم، احنا بنسجلكم تسجيل مبدئي من احد المدارس البابليك، يعني المدارس العامه الموجوده في كندا في العاصمه الكنديه. حابين نورجيكم بعض الاشياء الجميله اللي وجدناها هنا. طبعا احنا نقترب من موسم الاعياد، فعشان هيك هم مزينين المدرسه بالشجره وبعض الرسوم. حورجيكم اول شغله اللي هي مياه. طبعا هاي عباره عن جهاز بحبذ الطلبة على شرب المياه من الريوزابل ووتر بوتلز، اللي هي الزجاجات اللي ممكن يعيدوا استخدامها عشان ما يستخدموا الزجاجات البلاستيكية اللي هي مرة واحدة. طبعا هاي عبارة عن الطريقة التقليدية في وضع الماء. هون بس بتحط البوتل وبتنزل المي عليه، بس ما تشيل هذا وقف لأنه في سنسر. طبعا هون بورجيك قديش، إذا بنقرب بس الكاميرا، you help eliminate waste from هذا الرقم disposable plastic water. كل مرة بتعبي فيها بوتل بتغير هذا الرقم، بزيد واحد، وبعلمك قديش انت حافظت على البيئة. الشيء الثاني هو هي بعض الأشياء اللي بيتركوها الأطفال خلفهم، بضعوها هنا. أي طالب أو طفل فاقد شيء ممكن يجي بعد الدوام او ثاني يوم او ثالث يوم. الحلو في هذا الشيء انه في امانه وصدق، ما في حدا باخذ اشياء وضعت وليست له. فزي ما شايفين هذا الشيء موجود حتى هنا في كرات لها حوالي اسبوع تقريبا. فهذه الامور. الشيء الثالث اللي حنشوفه اليوم اللي هي دوره المياه، اجلكم الله، لكنها شيء مشرف. هذه دوره الاطفال، اذا شايفين انها مغلق الضوء الان، لما ندخل احيد اوتوماتيك. اوكي، المباول زي ما شايفين في منها قصير للاطفال القصير يعني القريب القامه، وفي منها الطويل. اي واحد موقف الماء المفروض اوتوماتيك ينزل، يعني انا مش حصل لي قدامكم بس المفروض الماء اوتوماتيك ينزل. بده يروح يغسل، ما في شيء يضغطه، اوتوماتيك الماء. طبعا في صابون هنا، الصابون موجود دائما يغسل الطالب، يضل فقط الميه اللي انا والتنشيف عشان برضه البيئه اوتوماتيك. أرجو أن تنتقل هذه الفكرة لبلادنا العربية، وأن أحد مدراء المدارس أو حتى الوزراء يقوم بتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع. أطفالنا يستحقوا هذا الشيء، يستحقوا منا التكريم ويستحقوا منا العناء، لأنه إذا ربينا جيل مكرم، رجل ربينا جيل يعلم أين الحق وأين الخطأ، أين الصواب وأين الخطأ، فأكيد هذا الجيل راح يغير في المجتمع العربي. شكرا لكم، يعطيكم العافية.